ثم كلكو ديستيناسيون اللي ناقصين كيما الجنوب الشرقي مثال جربه مدنين تطاوين بنقردان قابس يعني البلايص الجنوب الشرقي بصفه خاصه هذا هو دونك المواسم هذوما نتاع العياد معناتها تشهد معناتها شويه نقص في الـ في الـ في الكراهب بالنسبه لي انا معناتها ما فماش ترفيع في الـ في الـ في, الـ في التعريفه ثم حاجه بركه يمكن ثم كالشونتاج نتاع مثال يبدا هو مثال ماشي القابس مثال التطاوين وانت ماشي المدنين يعني كلي يطلعك نقولوا المدنين ويطيشك ساعات في بقعه معناتها بعيده ياسر على الترانسبور ما يكلفش روحه مثال باش يحطك في المحطه نتاع النقل نتاع النقل البري كما هكا خاطر يعرف روحه مخالف هو خاطر كي يعرف كي يدخل المحطة ببلاك التطاوين ما عندوش الحق باش يدخل المدنين فهمت مثال راه يطيشك بعيد مرات حتى يعطيك كلمة لهنا معناتها تتفاهموا على مفاهمة كي توصلوا غاديك تركب في الكهرباء وتخلصوا سي تبدل المفاهمة دونك يعني الأساليب هذه فهمت هذه أنا واحد من الناس صارت لي برشا مرات وترسيلك معناتها غاديك ملوح مثال في تطاوين ولا في مدنين في بلاصة في الخلاء ترسيلك تاخذ تكري في كهرباء بالسوم معناتها مضاعف أضعاف نقولوا كهرباء نقولوا في عوض تراجيم تاع 10000 يكلف لك 100000 تهبط انت غاديك تقولوا في الليل تطاوين ولا مدنين 10 نتاع الليل تلقى الناس كلها روحت شادة ديارها تلقى واحد مثال عامل كهرباء خاصه اللي هو معناتها يدبر في راسه يكلف لك حتى 100000 باش تروح للدار فهمت هذا هو المقصود احنا ان شاء الله ماذا بينا معناتها تكون الامور معناتها منظمه اكثر تقول انت كيفاش نقول لك انا مثال الكار تكون مثال خاطر الكار وطنيه وكذا نبعدوا على المزايدات هذيا المزايدات تاع الاسوام وكذا تولي كار معناتها اللي تبدا واضح الوقت نتاعها واضح يعملوا يعني رانفور في المناسبات هذه وان شاء الله عيدكم مبروك وكذا نقل متوفر زاد بشكل معنا المطلوب واكثر بقينا مشاكل ياسر مثلا عندك خويا غلاء المحروقات ولا ياسر نزيد اون بليس متوقعين برشا زيادات انا جي لوتيكا تقول لك باش نزيد في الطريفه ماذا باش يضرنا نحن ويضر المواطن لانه المواطن باش يولي اذا كان ثم ديفيرونس نتاع 3 ولا 4000 باش يولي يهرب لك للتران بالنسبه لليوم بحكم معناها سامحني بحكم الكرهب كثرت ولات الناس كل تعس على روحها مش حتى في حاجه كونوا الحاكم يعس على الدخيل ولا كلوندستان ولا تتو تلقى واحد يزلك بلاصه تعمل فيه فهمتني خاطر الناس الكل يا ولد هذا الواحد جاي من صفاقس يخمم في روحه يعيد للنظر في المحطه ولا يعيد في داره واش خلاه مثلا الناس تو الاغلبيه جايه اليوم مورا ومش حب في المواطن باش يوصلوه لداره خاطر ماذا بيه يعمل رسائل لانه ديجا على الاخر فهمتني بصدق مشاكل النقل في تونس ولات مشكله كبيره ياسر والله والحلول موجوده راه يقولوا تو الحلول مش موجوده بون مانيش باش نقولوا باش ينقصوا في المازوت لانه امبوسيبل باش نجموا نقصوا في المازوت لانه ديجا صندوق النقد الدولي هو اللي حاكم عليهم باش يزيدوا في المازوت الحكومه ماهوش باش يقولوا صندوق النقد الدولي مي ثم الحلول ثم التعويض مثلا شبيه علاش ما يعملوناش كيما البحاره مثلا شبيه البحار بلانسي بثلاثة واربعة مليارات يعمل له الدعم يترك المازوت بمليون وانا عندي مكسوبي كركاسه ب 25 مليون ما يحسب لي في المازوت قريب يوصلوا لي ل 2000 ان شاء الله عيد مبروك للجميع لكل المواطنين والمواطنات للشعب التونسي بصفه عامه في الداخل والخارج بالنسبه للنقل في تونس المره هذه وفرنا تقريبا رحلات مستمره ما بقاتش ما ثماش اكتظاظ ما كانش اكتظاظ كما الاعوام اللي فاتت المره هذه كانت العمليه منظمه تقريبا بصفه كبيره ياسر اللي خولنا كون نوفروا سفرات لكل الاتجاهات ولجميع المواطنين في جميع الاتجاهات ولجميع الاماكن والناس كل وصلت سلامات في العيد هذا وما سجلناش حتى اضرار ولا حتى حوادث ولا باس الحمد لله وكانت العمليه منظمه بصفه كبيره اليوم نشوفوا النقل متوفر لكن الركاب مش موجودين شو الحكايه؟ اي هذا 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 يرجع اساسا لكونه العيد جاء مع راس الشهر وجاء وسمى كانت الناس تتصور كونه اليوم هو العيد اغلب الناس روحت من البارح والبارح يعني في الويكاند الناس كل روحت اليوم نولوا نلقوا اللي ثم الواجهات ما فماش ركاب هذا هو ما فماش حاجه لكن تصوروا كونه غدو الحي باش تكون ركاب اكثر من اليوم وثم حركيه باذن الله نهار العيد. سيرش ديكال برا نتاع مضاربات ولا نتاع الزياده في التعريفه مثلا؟
احنا مانيش باش ننكروا هذا، هو ما يصيرش عندنا، احنا ما يصيرش، لكن لابد يصير لبرا، لابد اذا كان الانسان يخلي المحطه ويخرج خارج المحطات وخارج الفضاءات المخصصه للنقل، اكيد باش يلقوا ناس تعمل مضاربه وناس باش تزايد على في الطريفه، وهذا شيء يصير في كل الاوقات وفي كل الحالات، ومش يعني حاجه يعني ماهيش ماهوش شذوذ، لكن يصير بحكم الناس يجي فارغ يقول لك لا انا يحب يستغل الاخر يرجع، ولكن ما يصيرش عندنا في وسط الفضائيات نتاعنا، يصير في الخارج هذيك حاجه اخرى. مسافر القبلي انا مش ما فماش لواجات قبلي جمله، معناها مش اكتظاظ، ولا اللواجات مش موجودين جمله، تمشي البلاصه اللي سيبوزي يكونوا فيها اللواج وما فما حتى لواج، تحكي مع اللي يخدموا لهنا ويجاوبك حد، ما تنجمش تعمل حجز مسبق، معناها باش تعمل باش تقص لي تيكي نتاعك اون ليني، ما فماش لي زابسيون هذوما في لا في اللي السيت نتاع الكار ولا لي بيس ولا لي مترو لي تران، نفس المشكله معناها بارتو. والله صافا، انا اليوم وصلت الحمد لله، لقيت بلاصتي جوي بيه صافا الحمد لله، متوفر موجود النقل. والله هاك تشوف، هاك تشوف الناس كلها تجري، حسب رايك انت ما فماش صعيب شويه معناتها. انا الاشكاليه انه في عود اللي تو يتوفر اكثر النقل، والمواطن يولي يمشي مرتاح، المواطن في العيد يتعب اكثر من اللي يتعب شهر رمضان، ريتو 29 يوم تاع رمضان نهار النقل يخلص 29 يوم هذاك، معناتها لازم الدوله تخمم في حلول بديله راهو للنقل راهو، وتوفر تعطي الناس خلي تخدم، تعطي الرخص خلي تستخدم ارواحها. علاش تحتكروا بالرخص؟ اعطيوا الرخص خلينا نستخدم، شو المشكل؟ نعملوا شي كلمه ثانيه للطاز القاضي ولا للطاز الخصمان؟ يا خويا خلينا نستخدم ارواح، احنا مشكلتنا الوقت، معناتها سي لو كوتيديان، فهمت كيفاش؟ معناتها المفروض وقت يابط المواطن يلقى موان دو ترونسبور ديسبونيبل، مش هو خارج من الدار باش يمشي يسافر ولا باش يمشي في بلاصه يقعد يخمم، فما ما فماش، ولا بالتليفونات ولا مش عارف كان ولات عمليه نتاع يبدا الاعصاب ومتشنج، ينجم يجي مثلا تصور انت توا ساعه اخرى يجي واحد يعني بيكرب يكمل الخدمه ما يزيدش شنو فما في بريفي يخدموا يكمل لك الاربعه نتاع العشيه ياخر توني يمشي يروح اساسا ما يلقاش ايش نحول ايش يعمل؟ ما هذا فما الدوله تخمم تسيب الناس تخدم، راهو مشكل كله تسيب الناس تخدم. ترونسبور ما فماش، معناتها الواجهات يجوا من غادي كما نقولوا احنا فهمت، ما لقاوش راكب معناتها باش يرجعوا من غادي، شفت كما شويه تعطي له كاو ينقصوا معناها الواجهات ينقصوا الواجهات، ما هذا مش كيف كيف، مش كيما لهنا كيما غادي راكب من هنا يروح غادي ما يجوش العباد بصفتها كما انا عيط ينقصوا الواجهات صحيت اكيد ديما في المناسبات هكايا بقله معناتها يجي يجيب فواياج ويهز فواياج من هكاهو ما يرجعش معناها بقله فهمت ترونسبور فهمت اما لا بيس تاو كيما اليوم سافا لا بيس ان شاء الله عامكم مبروك وعيدك مبروك خويا الباهي. متوفر لا بيس ما فماش حتى مشاكل تاو بالنسبه لليوم لا في بال العباد اليوم العيد هاك شوف وين نعبوا البلاصه فهمتني ثم لا كي يصير الايام ومر في العياد تنجم تقول ماك تعرف العياد قبل العام الاول وتعام الاول العباد فوق بعضها وحتى تدخل شركه نابل تهز ما فماش ياك تشوف هذا مع تبار علاش فارغه ثم كانوا والله كانت العباد تحسب في اليوم العيد الناس كلها حسبت اليوم العيد وروحت العباد كلها روحت امس ولامس قبل بثلاث ايام باربع ايام معناش كيفاه امس العباد ياسر هنا ولامس ولامسي فهمتي في العباد في بال اليوم عيد حتى اللي باش يروح اليوم عمل حسابه وروح امس ابرك شوي من العيد نتاع منيول بحكم جيت يعني في الفان سيمين فما شكون روح وديبي دي سيمين هذه فما شكون روح دونك بديت تتفضى شوي العباد بديت تروح من نهار الجمعه فهم وفما حكايه تنجم تكون ست ايام سبع ايام فهم الفاصل بين عيد الفطر هذاك علاش النقل تو هاك تشوف الكراهه موجوده فهمتني الخطوط الكل فهمتك تشوف ثماشي راكب تو تلقى 10 ركاب حكيت 10 ركاب ثم يشترك فهمت كلها روحت كما كل عام مشاكل نتاع تنظيم مشاكل نتاع
هم برنسيب يلزمهم يقراوا حساب، يعرفوا عباد، يعرفوا مرواح، يعرفوا برشا حاجات، ميكم يعني هكا ما تلقاش تنجم تجي مسوي كنقص نتاع الواجهات ونقص حتى نتاع التنظيم. مشيت توا انا حتى مشيت غاديك باش ناخذ كار زغوان ما فماش كونفور، فما كان نورمال وفي النورمال تعرف كيفاش معناتها حتى من العباد، فما عباد اللي ما تنجمش تركب فيها النورمال كيف انا مثلا هكاكا، ويلزم نقعد نستنى ان شاء الله نلقى هكا. نشوف فين نستنى بلي حاله قز ربي قز الفحص ان شاء الله. ما تبنيش نقل انا نستنى نجير وراه هكا تو برسك ساعة ونص هكاك نستنى في النقل هكا تشوف فيها فحص شيء جملة. أنا نستنى إن شاء الله ربي سهر هكا وعيد نورمال مول العباد معناها اللواجات الكل هنا والعباد متحركة وفرحانة وكلها مروحة معروفة كلها مروحة باش تعيد في دارهم في بلادهم هكا. أنا نستنى إن شاء الله عيدنا مبروك هكا. ديما الأغلبية في المناسبات في العيد بلسك معناها يعرفوا الناس كل اللي تروح معناها تعايد في ديارهم وكل ديما هكا النقص ديما موجود في المسيرة في المناسبات. ما تعرضوش المضاربات في التعريفة مثلا أكثر؟ والله موجود موجود وين تنا با لي شوا معناها تي اوبليجي عليك معناها باش تروح تعايد مع داركم يلزمك باللي يقول لك باش تعطي باش تدفع سينو ما تروحش. فوالا عايشك سنين دايما عايشك مرسي زغوي ان شاء الله ان شاء الله نروحوا ديما هاك ما فماش بورتون معناتها ديستونس صغيره ما فماش لواجات. انا عندي عام وثلاثة شهور مازلت تو كي وصلت لتونس زغوي نظور هاني جيت ما لقيت شيء معناها من التي جي في ومن الانضباط في التوقيت جيت. لا والله الطياره عملت ريتار معناها مش كان لواجات حتى الطيارات يعملوا ريتار معناها وهاني نستنى الدار يستنوا كلهم غادي الوالده والوالد واخواتي والناس الكل وهاني نستنى. مسافر ولا بس؟ لا لا ما فماش اكتظاظ ما فماش اكتظاظ ما فماش تفضل تفضل ما مالهم فينا والله يعني فما مشاكل اللي مقلقه بالحق هذيك لا بالنسبه للنقل لبس فما مشاكل كرف كان الامن شويه كرفه موجوده ان شاء الله عندي بيه كل شيء متوفر الناس كل خط ربي تعايد كيف ديالها انا خدمه الجمهوريه انا معبي طول هواريه والله بالنسبه لشيره الجنوب مثلا السديانه وكل شيره هذوك القروان اما خط ربي الناس كلها شرت بلايصها الناس كلها روحت ولاباس فما حتى حد الحمد لله الناس كل طاعت كيف ديالها النقل موجود تو بصلي على النبي ياك تشوف حتى في العباد ما ثماش خاصه رمضان السنه رمضان السنه ثم خدمه لا ثم حتى ولا الدنيا حابسه حابسه مش نورمال الله يقدر الخير ولا سبب بسبب ما تمشي فلوس عباد ما عندهاش فلوس باش باش يتحرك يجي وين يمشي يمشي لبلاصه عاد يمشي حتى هو باش يمشي ياخذ طرف خضره ما عادش عنده باش ياخذ خضره خلي باش يتنقل لك هو باش يمشي يحوس ما عادش عنده باش يحوس نورمالمون في 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 مناسبه نتاع عيد كيما هكا راه يسمى العباد تتحرك تقضي تمشي وتجي تنجم تما تلقى شكرا توا تشوف فيها الكراهب موجوده والعباد ما تسماش ما تسماش شكون يتحرك عباد حابسه الخدمه موجوده من بلاصه من بلاصه ما فماش خدمه جمله في مناسبة تلقى مثلا راكب واقف في تونس وفي قربة ما فماش جملة عباد تلقى الكراهب كل محاصرة غادي كيما اليوم الناس كلهم عاملة عيد روحت من أمس اليوم ما تلقاش لا منا لا منا.